المواطنين الذين استفادوا في القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي لبلدية الشرق المقدرة ب 1214 وحدة، بعد ما تعرضت القائمة هذه للإشهار العمومي كانت هناك أجل للطعون، فعلا تقصوا حوالي 94 مواطن لأسباب مختلفة، من بينهم مواطنين اللي كانت الوضعية تاعهم حسب نتائج التحقيقات الميدانية اللي قامت بها اللجنة الولائية للطعن انهم في وضعية مريحة. هاد الناس شافوا بلي راهم مظلومين في هذا القرار، قاموا بمراسلة لجنة ولائية بطلبات اسمها التماس اعادة النظر في قرار اقصاء تاع اللجنة، وكان لهم ذلك. اتخذت السيد الولي خلال قرار باش يعاود التحقيقات من جديد في يخص هذه القضية، وبشرت لجنة مختصة من بينها مصالح الدائرة، وطلبنا عليهم كل الوثائق اللازمة لتثبت بطلان أسباب الإقصاء. وحاليا رانا في الإجراءات الاستكمالات الأخيرة للتحقيقات الاجتماعية، وسيعرض الملف إن شاء الله حال توفرها على الشروط اللازمة إن شاء الله في القريب العاجل على اللجنة الولاية للطعن لإعادة دراسة الالتماسات هذه، وإن شاء الله فيه بعض الناس اللي ثبتوا باللي الإقصاء تاعهم كان ربما مش عادل، وإن شاء الله سيعود لهم حقهم في القريب العاجل. قضية صبر برك لاستكمال الإجراءات إن شاء الله، وأنا رانا واقفين على هذه العملية كذلك مع مصالح الولاية باش بإذن الله تكون الأمور تكون بسيطة ويلتحقوا بالناس اللي يسكنوا إن شاء الله، الذين تتوفر فيهم طبعا شروط الاستفادة اللي تقصاوا بحكم عدم توفر شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي كما نص عليه المرسوم. نقول لهم بلي إن شاء الله حظ سعيد في صيغ أخرى للسكن الاجتماعي. وشكرا.